عليكم. فدروا عليكم. دابا نبدأ معاك؟ لا. لا مسلم. أسألك السؤال الأول. ما هي الصورة التي بدأت باسم من أسماء الله الحسنى؟ سورة الرحمن. أهم جهالك. من الذي كفل السيدة مريم؟ كفل زكريا عليه السلام. الجواب عندك صحيح. أن البلاد باقي عندها أسئلة. عن من النبي الذي طلب منه قومه أن ينزل عليه مائدة من السماء؟ عيسى عليه السلام. أوكي مزيان. من هو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الصبية؟ هذا راح يكون سهل شوية. علي بن أبي طالب. من هي السورة التي يجب قراءتها في كل صلاة؟ سورة الفاتحة. الله نعلمك آخر سؤال. يلا لا شوفت عليه عندي من سؤال. من هو صفي الله؟ آدم عليه السلام. يعجبكم هذا الفيديو؟ ديروا لايك وبارطاجوا.